يا من هديتم بالنبي محمد، سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم البنات، اليوم راح ندير معاكم هذه المقبلة. كما راكم تشوفوا شكلها يهبل، وفي الذوق ثاني تهبل. تبعوا معايا البنات، سهلة بزاف. راح نجيب زوج حبات بيض، ثم ديروا الكمية اللي تحتاجوها. يعني نستعملوا الفرشيطة البنات هكا، نمرسوهم مليح، نزيدو لهم الفرماج، نديرو النوع اللي يعجبكم. هنا يزد شوية طون تاع الزيت، ونزيد لها المايونيز. المايونيز البنات حنخلي لكم رابط الوصفة تاعها في صندوق الوصف، درت لكم الفيديو تاعها، تجي بزاف بنينة البنات. المهم نكمل نخلط هذه المكونات وكل. وهذا مكان البنات، هذا واش راح تحتاجوا يعني في الخليط تاعها. هنا يا عندي خبز التوست، خدمته يعني في الدار. هنا يا مازال هو نورمال مويبات ليلة كاملة، انا يعني خدمته في هذاك النهار، ما باتش يعني حتى الغدوة، لقيت شوية صعوبة كي قصيتو. كيما راكم تشوفوا البنات هذاك الدخلاني تاعو ما تقصش مليح. المهم حاولت نعدلو ونجيب الشكل تاعو مليح، يجي بزاف هايل هذا الخبز. اذا بغيتو البنات نحط لكم الوصفه تاعو، ما عنديش مشكل. نجيبو القطاعات هذوك اللي نخدمو بهم الكاطو، ونديروا الاشكال اللي بغيناهم. انا استعملت الشكل الدائري، واستعملت شكل نبارة زهرة. تبغيو ديروا قلب، تبغيو ديروا نجمة، كما تحبوا البنات. المهم استعملت هذو تاع الحديد، كعاد الحواشي تاعهم ماضيين هكا، مش كيما تاع بلاستيك. هذوك شوية يتعبوا في الخدمة، قصيتهم هكا. وراح نجيب هذاك الخليط تاعي، درته في لابوش، ونفرغوا على هذوك الحبات اللي خدمتهم. طريقة بزاف سهلة البنات، وتجيب بريزونتابل. انا يزدت لهم شوية ملح، كعاد ما درتش في العظام البيض، ما درتلوش على الاول، زدت هنا يا رشة ملح برك. هنا يا درت حبات تاع زيتون خضر، بغيتو ديروا الكحل ثاني ديروا نورمال. التزيين يعني يرجع ليكم البنات. استعملت هذا الفراش تاكا بلاستيك جوتابل، خدمت بيهم من قبل واحد الكاطو وكاين في القناة، وبقاو لي هكا حبات زينت بيهم. ديكور البنات ديروا يعني كيما تبغيو، ابدعوا في الديكور، في الافكار، جيبوا هكا من عندكم، هزوا الوصفه الاصليه وديروا من عندكم. هنايا رشيت عليه شويه فلفل احمر، هذاك اللي نديروه في البرمه هكا. بريزونتيتهم البنات. المهم ان شاء الله تكون الطريقه والفكره عجبتكم البنات. اذا جربتوه ولا اذا عجبتكم الفكره، ما تنساوش ديروا لي جام، ونبقيكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.